جيل التمانينات والتسعينات في مسلسلات كده بالنسبة لهم خط أحمر، اللي هو أول ما يجي اسم منهم بيتكلموا عليه بحماس كبير، وده لنجاح المسلسلات دي إنها تأثر في المشاهدين، ولحد دلوقتي بيتفرجوا عليها كأنهم ما شافوهاش قبل كده، زي مسلسل ذئاب الجبل واللي ليه قصة خلت بطله يتشائم منه. ده اللي هنعرفه مع بعض في لقطات. مسلسلات زمان كان ليها دايما شكل مختلف وتأثير في الناس، مع إن الإمكانيات وقتها ما تتقارنش بوقتنا دلوقتي، أو الصورة والشكل والديكور وكل الأدوات دي، بس برضو حب الناس لمسلسلات زمان مستمر حتى لما بتتعرض في وقتنا ده، بتاخد نسبة مشاهدة كبيرة. بس في مسلسلات بالرغم من نجاحها وارتباط الجمهور بيها أبطالها مش بيحبوها، زي مثلا مسلسل ذئاب الجبل واللي تعرض سنة 1992 وكان عدد حلقاته 18 حلقة، وهو كان نقطة البداية والنجاح للمؤلف محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة، ده غير طبعا كل أبطاله اللي هم بقى نجوم دلوقتي وبيشيلوا مسلسلات لوحدهم. واللي كان بيحكي عن الصعيد والعادات اللي فيه اللي بتمنع البنت تتجوز حد تاني برا العيلة، وبنشوف اللي بيحصل بين البدري واللي كان قايم بدوره أحمد عبد العزيز، وبين وردة واللي كانت قايمة بدورها سماح أنور، والأحداث الكتيرة اللي بتحصل، وفي الآخر بيتجمعوا تاني. المسلسل أول ما اتعرض نجح جدا وخلى أبطاله نجوم مسلسلات لوحدهم، بس الغريب ان الفنان فتوح احمد قال في برنامج واحد من الناس من يومين انه بيتشائم من المسلسل ده، مع انه من انجح المسلسلات الصعيدية، بس الذكريات وحشة معاه، وده علشان وقت تصوير المسلسل في كذا فنان توفى في المسلسل، في شخصية علوان البكري واللي كان هيقدمها في الاول الفنان صلاح قابيل، وفعلا بدأ التصوير فيها وعمل كذا مشهد، بس توفى قبل ما يصور كل المشاهد بتاعته، وكان قدام المخرج انه لازم يجيب حد تاني يعمل الدور ده، وفعلا وافق عبد الله غيث انه يعمل الدور ده وصوره 3/4 المشاهد بتاعته، لكن برضه توفى قبل ما يكمل كل شغله، وهنا ما كانش قدام المخرج مجدي ابو عميره غير انه يغير نهايه شخصيه علوان، لانه مش هينفع خلاص يجيب حد تاني يعمل الشخصيه. والمسلسل كان قرب يخلصوه ويخلصوا التصوير بتاعه، وكان الفنانين خلاص اقتنعوا ان دور علوان ده لعنه بتلبس اي حد بيتقدمه، فغير مجدي ابو عميره نهايه علوان وخلى يموت فعلا في المسلسل، وفي طفل من اللي كانوا موجودين في المسلسل توفى برضه، فطلع اسم على المسلسل وبقى معروف باسم مسلسل الوفيات، وده اللي خلى ابطاله زي فتوح احمد ووفاء مكي وغيرهم يتشائموا منه حتى وهو ناجح.